بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة رياضيات. أقترح عليكم تصحيح الباك 2017، الدورة الاستثنائية، المادة الرياضيات. الموضوع الثاني والتمرين الرابع، قرأوا مليح النص كما راكم تشوفوا. النص قرأوا مليح من أوله إلى آخره. ربما بعض الأسئلة لا تكون مرتبطة ما بينها. نشرع إذن في التصحيح. إذن واش نطلب منا؟ أولا الجزء الأول، السؤال الأول، احسب ليميت f لx إذا x يساوي ناقص لانهاية، وليميت f لx إذا x يكون زائد لانهاية. إذا x يكون زائد لانهاية ناقص لانهاية، كما تشوفون هنا هذه العبارة هذه تولي ناقص لانهاية ولكن مربع، تولي زائد لانهاية، وهذه هي ناقص لانهاية، تولي هنا ناقص لا نهاية، تولي زائد لا نهاية. إذن النتيجة هي زائد لا نهاية. فيما يخص لليميت لاف اكس إذا اكس يقولوا زائد لا نهاية، لهنا كما راكم تشوفوا لهنا هي اكس زائد واحد تولي اكس، لأن رانا في زائد لا نهاية ما لا نهاية. إذن دائما الأسيات تتغلب على x، ولهذا لنا النتيجة هي صفر. و y هي صفر، هو مستقيم مقارب، مستقيم مقارب للمنحنى cf، مقارب للمنحنى CF. الجزء الأول، السؤال الثاني، أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيرتها. بندرس اتجاه تغير الدالة، لازم أولا نحسب المشتقة ونعرفه باللي F قابلة للاشتقاق في المجال R. هاي المشتقة، هاي توصلنا لهذه، هي المشتقة، هي المشتقة. المشتقة تنعدم من أجل x يساوي زائد أو ناقص واحد. جدول تغيرتها، عندك x يتغير من ناقص لنهاية حتى لزائد لنهاية عبورا من ناقص واحد زائد واحد. وكما تشوفوا إذن رانا لهنا ناقص x مربع، يعني خارج سالبة خارج ناقص واحد لواحد. هذه هي جدول التغيرات. الجزء الأول، السؤال الثالث، أثبت أن المنحنى سيقبل نقطتي انعطاف، يطلب تعيين إحداثيهما، احسب f ناقص 2 ثم ارسم المنحنى سي. لأنكم تشوفون هنا بنكون نعرف النقطة الانعطاف، لازم نحسب f فتحتين x، أو فتحتين x، f فتحتين x. نبقاو لهنا، عندك أسية ناقص x دائما موجبة مهما كان قيمة x، لنا تنعدم، نحسب لها الدلتا المميزة تاعها ونتوصلوا إلى النتيجة زوج جذرين x1 و x2، هذا ما القيمة تاعهم. وإذا f فتحتين 6 تنعدم فيه من أجل x1 و x2، x1 و x2. ونقطة الانعطاف، نقطة الانعطاف نقطة الانعطاف
هذا هما راكم تشوفوا. فيما يخص الرسم للمنحنى عندنا اكس فتحة صفر اكس هو مقارب هنا إيرباك، وكم تشوفوا لنا عندك الحد أكبر لهنا زائد واحد ولهنا نقص واحد، لهنا العظمى الحد الأعظم والحد الأدنى للمنحنى. نشوف مليح الشكل المنحنى عبروه. الجزء الثاني السؤال الأول عندك ليكن أم وسيط حقيقي، نعتبر الدالة اف أم المعرف على R كما يلي: اف أم لإكس يساوي إكس مربع زائد أم إكس زائد واحد مضروب في أسيا ناقص إكس، ليكن السي أم تمثيليا البياني في المعلم السابق. السؤال الأول أثبت أن جميع المنحنيات سي أم تشمل نقطة ثابتة أوميغا يطلب تعيين إحداثيتها. هاي اف من اكس هي هكذا، نحولها إلى هذا المعادلة، وهذا المعادلة هذاكم تشوفوا أن هنا نشرنا، وهذا المعادلة باه تكون محققة لازم تكون هذا العمل هذا لأم يكون يساوي صفر، وهذا العمل هذا ثاني يساوي صفر. في الحالة الأولى إكس يساوي صفر، وفي الحالة الثانية إذا عوضنا إكس بالصفر تولينا إيكراك يساوي واحد. إذن المنحنية سام تشمل نقطة ثابتة وهي أوميغا الفاصلة صفر والترتيبة واحد. الجزء الثاني السؤال الثاني ادرس اتجاه تغير الدالة اف ام واستنتج قيم ام التي من أجلها تقبل الدالة اف ام قيمتين حديتين يطلب تعيينهما. لنا وش ذاك لنا كنشوفو لنا باه ندرسها لازم نحسب المشتقة نتاعها، المشتقة نتاعها توصلنا لهذه النتيجة هذه هاي المشتقة باه تنعدم باه نلقاو الجذور لهذا المشتقى. نحسبوا الدلتا المميز بعد الحساب نتوصلوا إلى الجذر الأول إكس واحد هو واحد ناقص أم، والجذر الثاني هو واحد. ندرس القضية إذا أم يساوي الدالة اف أم متناقصة تماما على R. لأن الإشارة تاعها تتبع إشارة A هذه ناقص واحد. إذا M موجب الدالة FM متناقصة متناقصة على المجال ناقص لأن هي واحد ناقص M، وكذلك من واحد حتى زائد لنهاية. إذا M سالبة هي الدالة FM متناقصة من ناقص لنهاية حتى الواحد، ومن واحد M حتى زائد لنهاية، ومتزايدة من واحد حتى واحد ناقص M. الجزء الثاني الثالث السؤال الثالث أم أن نقطة منحنى CM فاصلته XM حيث XM يساوي واحد ناقص M. أثبت أنه عندما M يمسح R فإن أم أن تنتمي إلى منحني يطلب تعيين معادلته له. نعوض X بواحد ناقص أم نتوصلوا لهذه النتيجة هذه. وش نكتبوا؟ هذه F أم إكس إيكراك 2 ناقص أم أسيا ناقص إكس، وإكس واحد ناقص أم. لنا إيكراك 2 ناقص 2 ناقص أم نقلبوها واحد ناقص أم زائد واحد، ونعرفوا بلي واحد ناقص أم في النص تاع التمرين هي إكس، إذا نعوضها إكس زائد واحد أسيا. إذا المنحنى المطلوب هو إيكراك يساوي إكس زائد واحد أسيا ناقص إكس. الجزء الثاني السؤال الرابع أدرس حسب قيم الوسيط الحقيقي
قيم الوسيط الحضري M حيث M يختلف على 2 الوضعية النسبية للمنحني C و C M. باش ندرس هذا الوضعية لازم ندرس الفرق ما بين FMX ناقص FLX. إذا كانت M أكثر من 2 معناه اللي هناكم تشوفوه أكثر من 2 M C M فوق C من أجل X موجب، ولكن سي ام تحت سي ا من اجل اكس سالب. اذا كانت ام اقل من 2 سي ام تحت سي ام من اجل اكس نيجاتيف. اذا كانت ام اقل من 2 ستادير هذه سالبة وهذه سالبة، دونك موجبة سي ام فوق. تحت سي سي ام تحت سي من جي اكس بوزيتيف تحت سي اكس بوزيتيف. هنا نيجاتيف تحت سي من اجل اكس بوزيتيف وسي ام فوق وسي ام فوق سي من اجل اكس نيجاتيف. هنا سي ام تحت سي من اجل اكس نيجاتيف سي فوق سي سي فوق سي من اجل اكس بوزيتيف صح. ام وفيما يخص التقاطع سي ام تقاطع ام تقاطع سي في نقطة اوميجا صفر واحد. ثم خص الفا هي التكامل لاف تروى اكس مو اف اكس. نعوضها نديرو الفرق نعوضها نستعملو هذاك هذاك كان طريقة نستعملها هي U U prime égal U V ناقص V U prime. هذه اللي استعملها U égal X و V prime égal دو موا اكس. نتواصل هذه النتيجة. وفيما يخص النهاية لـ A بدالة ألفا هي واحد. نتمنى لك التوفيق والسلام عليكم.